السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا يا متابعي قناة منصف دباست. في هذا الفيديو الجديد الذي سأقدم لكم فيه أفضل تطبيق فعلي للمحافظة والإمداد من عمر البطارية. أولا، بلاي ستور لا تخلو من هذه التطبيقات التي تدعي أنها تطيل من عمر البطارية، لكن اليوم أحضرت لكم تطبيق صحيح وغير كاذب إن شاء الله. قبل بداية هذا الفيديو أرجوكم أن تشتركوا بالقناة وتضغطوا زر لايك، ولا تنسوا ضغط زر الجرس ليصلكم المزيد والمزيد إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. ندخل إلى هذا التطبيق وهو يسمى بيكسوف والمتواجد في متجر جوجل بلاي. بعد الدخول إليه نختار أي شاشة من هذه الشاشات في صفحته الرئيسية، مثلا أنا أختار هذه الصفحة، ثم ندخل إلى Edit Custom Pattern ونجعل كل الشاشات سوداء للمحافظة على عمر البطارية أكثر وأكثر. بعدها ندخل إلى الزر الموالي وهو Night Filter، ومن هنا نجد Enable Night Filter Off، فنقوم بجعلها On للمحافظة على عمر البطارية. ندخل إلى الزر الموالي فنجد Enable Black Wallpaper، بعدها نضغط على On للمحافظة على ولجعل الشاشة سوداء للمحافظة على عمر البطارية أكثر وأكثر. بعد هذا الزر ندخل إلى Flip and Poke، بعدها نضغط على Enable Flick and Poke ونجعله On، وهو متخصص في جعل الأشعة بعد غلق الهاتف أو ما يخصه ذلك. بعدها ندخل إلى زر الأخير Option ونقوم باختيار أي نوع من هذه الشاشات للإغلاق وإلى آخره. بعد ذلك نقوم بالضغط على Enable Filter المتواجدة في الأسفل، ثم نضغط على Test Zone المتواجدة بجانبها، فتظهر لنا خلفية برتقالية خاصة في الحفاظ على الطاقة وطاقة البطارية. من خلاله يمكن أن تصل عمر البطارية حتى 3 أيام إن شاء الله. قبل انتهاء هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ودعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.